ايه رايك في كاس العالم بشكل عام يا كابتن، تنظيما واداره وكل لا شيء؟ بص يعني مع يعني كل الشكر والتقدير فعلا لدوري قطر، اوكي يعني فعلا عاملين انجاز رائع اوكي في كل حاجه، بنيه تحتيه، سهوله مواصلات، فنادق، جماهير بتدخل بارتياحيه، صحيح. يعني تحس ان كل المنظومه منظومه رائعه بصراحه، يعني منظومه رائعه في كل شيء، حتى في التصوير، حتى في كل حاجه، في الاخراجات عاملين حاجات كويسه جدا جدا، يعني حتى الناس بتستمتع، الناس وانت قاعد بتستمتع بمباراه كاس العالم، زي ما قلت لك في كل التنظيم، تنظيم رائع في دوري قطر حقيقه. عاجب حضرتك التنظيم. احنا لسه كنت انا وحضرتك بنتكلم، بقول لك احنا الناس اللي قاعدين بره، ضيوف الكاس العالم اللي قاعدين بره، يعني انت بتشوف رونالدو اللي هو الظاهره، بتشوف روبرتو كارلوس، بتشوف كاكا، كل الناس اللي اشتركت بتشوف في كاس عالم قبل كده هم اللي عينهم، ما دي من الحاجات الكويسه جدا، الحاجات الايجابيه اللي دوله قطر فعلا قامت بيها، ان كل واحد النهارده بيمثل بلده واشترك في كاس العالم قبل كده بيدعوه ان هو يحضر مباريات، فكل الناس النهارده بتعمل مباريات، النهارده بتستمتع فعلا لما بيجي لك لقطه كده على الناس اللي قاعده، الناس القديمه دي بتبقى فيه تبقى استمتاع، حاجة كده انت مستمتع بيها، ان انت تبقى مستمتع طبعا، تتفرج على الماتش وبتتفرج على الناس اللي وبتتفرج بره على الماتش، الناس حاجة بتمثلت جميلة بلدها جدا في كاس العالم. طبعا حقيقي. طيب بالنسبة لك يا كابتن، تألق المنتخبات الإفريقية والعربية شفته ازاي؟ مش كلهم طبعا، ولكن يعني غانا النهارده عاملين ملحمة، عاملين ماتش هايل، الكاميرون برضو لعلمك، مع يعني ما اعرفش برضو اسمع رايك، ولكن انا بشوف ان هم عملوا ماتش جيد. طبعا سيبك من التصريحات ان احنا هناخد كاس عالم وبتاع اللي بيقولها سامو ايتو، ولكن انا بتكلم بشكل عام المنتخبات الافريقيه لا باينه ان هي قويه، المنتخبات العربيه ايضا لها فرص. لا هو بص يعني حقيقي يمكن المنتخبات العربية سواء السعودية، المغرب، تونس، الناس اللي مشتركة دي سواء الأفريقية، غانا، الكاميرون، السنغال، عاملين ماتشات كويسة، اوكي وعاملين ماتشات كويسة بدليل النهاردة غانا، يمكن غانا النهاردة مع كوريا مغلوب، النهاردة ابتدى يشتغل، النهاردة بتشتغل بطابع هجومي، ابتدى كسب هذه المباراة، كسب هذه المباراة 3-2، وكان ممكن فريق غانا يقدر يضيف كمان جوال، جوان تاني يعني جوال تانية، ولكن أداء غانا النهاردة مشرف جدا للكرة الأفريقية، أيضا السنغال برضو من الفرق كويسة جدا اللي بتلعب كرة كويسة جدا، وليهم شغل كويس وليهم تكتيك وأسلوب لعب، فالكاميرون يمكن أنا شايف الكاميرون أقل أقلهم، صحيح يعني أنا بتكلم صح. بفنيا، ولكن السنغال وغانا الاثنين مميزين جدا جدا في الحته دي. اعتقد ان السنغال لو كان معاها كمان ساديو ماني يا كابتن كانت هتبقى مختلفه عن كده خالص. طبعا طبعا ساديو ماني اصيب وقعد فتره، طبعا بيقعد فتره العلاج، فطبعا هم برضو ساديو ماني افتقدوه في حته التحرك راس حربه في الجنب الشمال، لانه برضو هو بيبقى هداف صحيح. طراز. اعتقد يا كابتن برضو ان المنتخبات العربيه سوف يكون لها دور بارز، يمكن تخطوا فكره المشاركه المشرفه التمثيل المشرف، او التمثيل المشرف. هو كل واحد خلاص عنده طموح النهارده، حسب المجموعه، يعني حسب المجموعه، حسب ترتيب المجموعه، حسب المباراه اللي بتلعبها النهارده، بيبقى عندك هدف، يعني هدف كبير جدا، يعني السعوديه لما كسبت الارجنتين في اول مباراه كانت السعوديه عملت اداء رائع حقيقي ضد الارجنتين وكسبت، فالنهارده اصبحت الكره العربيه والكره الافريقيه النهارده بتمثل حاجه كبيره جدا للجماهير العربيه كلها. صحيح. ان السعوديه احنا كنا مبسوطين جدا ان السعوديه كسبت، مبسوطين جدا المغرب كسبت، نعم مبسوطين جدا ان تونس تعادلت، فكل ومبسوطين جدا الدول الافريقيه بتعمل نتائج كويسه، لان احنا طبيعتنا افريقيا، طبيعتنا عربيا، بنحب الفرق العربيه والفرق الافريقيه. من وجهه نظرك مين افضل لاعب في المنتخبات العربيه؟ خلينا نتكلم، يعني هل شايف مثلا من المغرب حكيم زياش هو الافضل؟ هل شايف مثلا حد من لعيبه المنتخب التونسي، حد من لعيبه المنتخب السعودي، حد من لعيبه المنتخب سالم الدوسري مثلا، واحد من الاسماء اللي عامله مباريات جيده هو جدا عامل مع مباراه وسجل هدف رائع، سالم الدوسري برضه في السعوديه كويس جدا. ما انا بقول لحضرتك هو يعني بيني وبينك لما تيجي تبص على فرق السعوديه كاداء كلهم، ايوه لا بصراحه كلهم بيشتغلوا بشغل كويس جدا، حتى في الماتش اللي اتغلبوا فيه يا كابتن، حتى الماتش اتغلب كل واحد في مركزه فاهم واجبات مركزه، بيشتغل بكويس، بيشتغل بحرفيه كويسه جدا جدا في كل مركزه، بيشتغلوا باسلوب كويس وتكتيك كويس جدا جدا، يعني تقدر تقول ان فرقه السعوديه فيها نجوم، يعني تقدر النهارده التقييم ما تقدرش تقيم واحد او اثنين، لا قيم الفرق ككل هتلاقيهم ادائهم رائع. يعني مش عارف برضه يا كابتن حضرتك تقدر تجاوبني عن هذا السؤال، هل المدير الفني بيبقى له هذا الدور الكبير جدا في اداره الفريق بكل اداره فنيه واداره الفريق، اداره اوضه اللبس يعني، هل بالفعل يا كابتن الكلام اللي احنا بنسمعه ده ان المدير الفني هو اللي بيؤثر وبشكل كبير قوي؟ بدليل المدير الفني للمنتخب السعودي والمدير الفني للمنتخب المغربي، منتخبات من المفترض
ان هي اقل فنيه من المنتخبات اللي بتلعبها. يعني ما حدش كان يقول ان السعوديه ممكن تكسب الارجنتين ابدا حتى بنسبه 1%. صح. وبالتالي هل فعلا المدربين دول بيبقى ليه، المدير الفني بيبقى ليه دور؟ المدير الفني ليه دور كبير جدا. مش شرط المستطيل الاخضر. ايوه. النهارده العامل النفسي، النهارده اشتغل على النفسي الذهني، كل هذه الامور بتؤثر جدا على الجانب اسلوب اللعب والتكتيك اللعب. النهارده ما بعمل محاضره النهارده مش تكتيكيه، النهارده محاضره نفسيه والنهارده محاضره ذهنيه للعيبه، ان انا النهارده كفريق هلاعب فرقه الارجنتين وعايزين نعمل كذا وعايزين يبقى روحنا كذا وعايزين ادائنا كذا، وبعيد عن الجانب الفني. الجانب الفني ده ممكن ياخده في محاضره ثانيه ثاني يوم، ولكن الاعداد النفسي والاعداد الذهني ده مهم جدا. ده خلاص يعني النهارده في اعداد نفسي، اعداد ذهني، اعداد لياقه بدنيه، اعداد تكتيك، كل هذه الامور فعلا في منظومه كره القدم. فالمدير الفني الناجح هو اللي بيقدر ياهل نفسيا لعيبته لمباراه صعبه، وخصوصا المباريات الصعبه. يعني القصه مش ان انا هتلعب 4 4 2 ولا 3 4 3 ولا طبعا ده دور كبير طبعا. وبياخد بقى يعني انا لما كنت بشتغل مدير فني كنت باخد النهارده كل خط على حده، اشتغل معاه واتكلم معاه وكل هذه الامور، وازاي هنشتغل وازاي وازاي كل هذه الامور. اللعيب حتى بيبقى فيه ارتياحيه، هو دايما داخل الاوضه عشان ينام بيفكر في كل ما يقال من المدير الفني. فدي بتديله تركيز كويس جدا جدا في الملعب يوم المباراه. طيب